نعم، بداية كوثر لنقف على أبرز ما جاء في حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال حول آخر المستجدات السياسية مساء يوم أمس في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي. بداية دعا عبد الحميد دبيبة كل الليبيين لرفض المرحلة الانتقالية التي يتوجه لها الآن أو يذهب إليها الآن مجلس النواب تحديدا يوم الغد الخميس بتشكيل حكومة أخرى لمدة 14 شهرا على الأقل. ذكر أيضا عبد الحميد دبيبة على أنه لن يسمح بأن تكون هناك أي فرص لإضافة المزيد من المراحل الانتقالية وأن السلطة لن يقوم بتسليمها إلا لجسم منتخب مباشرة من الليبيين. وأيضا كذلك فيما يتعلق بمسألة الاستحقاق الانتخابي ذكر دبيبة على أنه يجري مشاورات حثيثة مع العديد من الأطراف سواء المحلية أو الدولية بغية إنجاح العملية الانتخابية منتصفة هذا العام وأنه على استعداد كذلك في حال أن لم يكن هناك أي فرصة لرفع القوة القاهرة على مفوضية الانتخابات أن يجرى الاستحقاق الانتخابي إلكترونيا عن طريق موقع محدد سيتم تحديده من قبل الحكومة. أيضا ذكر على أنه مستعد للترشح أو للانسحاب من السباق الرئاح والرئاسة في حال قامت كل الأطراف السياسية بذات الخطوة. نتحدث أن ربما هذا الموقف ليس بالجديد بالنسبة لرئيس الحكومة أو حتى لحكومة تصريف الأعمال. أعاد دبيبة يؤكد هذا الموقف في وقت هناك بعض المجموعات المسلحة التي أعلنت ولاءها صراحة لهذه السلطة وأنها ستقف ضد أي سلطة ستكون بديل هذه السلطة قبل موعد الانتخابات. حتى تم يعني الحديث ربما يعني ولك أن تؤكد لنا عبد العزيز انتشار يعني لدعوات للتظاهر من قبل أنصاره بطرابلس. نعم بالفعل عبد الحميد دبيبة هو لم يدعو فقط الليبيين في طرابلس بل في كل المدن في ليبيا للخروج والتظاهر وذلك لإسقاط ما ذكره لنا الطبقة السياسية في ليبيا. هنا إشارة واضحة لمجلس النواب لذكر أنه مجلس النواب ينعقد بدون نصاب قانوني وكذلك داعيا على بالنسبة للليبيين أن يكونوا متمسكين بحقهم في اختيار من ينوب عنهم في مجلس النواب أو اختيار رئيسا لهم خلال هذه الفترة وذلك عن طريق التظاهر والخروج في كافة الميادين شرقا غربا وجنوبا. على أي حال نتحدث على أن هذه الدعوة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد دبيبة في انتظار ربما خلال الأيام القادمة أن تبرز أكثر ما مدى استجابة الشارع لهذه الدعوة وهذه المطالبة. عبد الحميد دبيبة ربما خسر الكثير من شعبيته بعد عدم التزامه بإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر من العام المنصرم وعليه نتحدث على أن ربما الأقرب الآن والواقعية التي تفرض نفسها بشكل كبير من خلال خريطة الطريق المستحدثة من قبل مجلس النواب فترة انتقالية أخرى وهنا في انتظار أن يكون هناك ربما رد فعل من قبل المجتمع الدولي. من سيدعم المجتمع الدولي خلال الأيام القادمة؟ هل الحكومة التي بصدد أن تشكل الآن أم استمرار دعمها لحكومة تصريف الأعمال بالعاصمة طرابلس؟